اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من مطبخ لايف على قناه نايل لايف. معاكم نهى زكي. النهارده هنعمل وصفات حلوه جدا. هنبدا بالحلو، هو بسكوت القهوه او بسكوت حبوب القهوه، من الحاجات الحلوه قوي واللذيذه والخفيفه. هنعمل كمان اكل بقى او اكلات صينيه، هنعمل لحمه بالطريقه الصينيه، وهنعمل كمان فرايد رايس او الرز المقلي او المتحمر بالخضار، دي طريقته حلوة قوي. حلقتنا النهاردة جميلة ولذيذة وخفيفة كده، وطبعا كلها صحية بالنسبة للأكل الحادق. يعني الحلو بقى عمره ما هيبقى صحي. الحلو عندنا هو حلو حبوب القهوة أو بسكويت حبوب القهوة. تعالوا نشوف المقادير بتاعته هتكون ايه. المقادير زي ما انتم شايفين كده قدامي، مقادير بسيطة جدا، بس ايه، سجلوا كده، افتحوا موبايلاتكم و ابدأوا ايه، سجلوا المقادير اللي انا هقولها دلوقتي. طيب عندي حوالي 100 جرام من الزبده، 100 جرام زبده يعني نص كوبايه زبده، 100 جرام من الزيت يعني نص كوبايه زيت، 100 جرام من السكر البودره يعني حوالي كوبايه ربع من السكر البودره، عندي بيضه، عندي فانيليا، عندي معلقه كبيره او معلقتين كبار من الكاكاو، كوبايتين ونص من الدقيق، معلقة كبيرة من القهوة سريعة التحضير، ومعلقة صغيرة بيكنج باودر. تمام، زي ما انتم شايفين كده اهي المكونات قدامنا. هقولها تاني، 100 جرام زبدة نص يعني نص بتساوي نص كوباية، ادي اهو الزبدة يعني نص كوباية، حوالي نص كوباية 100 جرام. تمام، وكمان عندي 100 جرام من الزيت، تمام، حوالي نص كوباية، وعندي كمان 100 جرام من السكر البودرة اللي هو حوالي كوباية الا ربع او نص كوبايه من السكر البودره، وعندي طبعا بيضه، فانيليا، قهوه سريعه التحضير حوالي معلقه كبيره، وعندي معلقه صغيره من البيكنج باودر، وعندي كوبايتين ونص من الدقيق، ممكن استخدمهم كلهم، ممكن يعني اشيل جزء مثلا ربع كوبايه مثلا اسيبها على جنب لحد ايه ما اخلص المقدار بتاعي، لو احتجت يبقى ايه نعمل تاني. تمام، طيب هعمل ايه اول حاجه؟ اول حاجه عندي الزبده، فانا هحط الزبده، كميه الزبده هجيب بس سباتولا كده، لما احط المقدار ويبقى مظبوط يبقى كل حاجه لازم تبقى مظبوطه، حتى لو في حته صغيره كده لازم نحطها. هحط السكر البودره، ونبدا بقى بالمضرب نضربهم مع بعض. بسم الله، واحدة واحدة بس كده عشان السكر ما يطرش. هضربهم مع بعض لحد ما القوام بتاعها يبقى كريمي وهش. كل ما اضربه مع بعض هتلاقوا الزبدة لونها بيفتح، كل ما بيفتح بيبقى القوام بتاعه هش اكتر، يديني هشاشة في البسكوت. تمام، زي ما انتم شايفين لونه بيفتح، بيتغير من اللون الاصفر الغامق للون الاصفر الفاتح كده. طبعا المفروض ان انا اضربه اكتر من كده كمان، يعني حوالي مثلا من 3 دقائق ل 5 دقائق. هنا عندي البيضة، هضيف بقى البيضة، ولما اضيف البيضه احط على طول وراها الفانيليا. عندي فانيليا سائله، ممكن كمان تبقى فانيليا الباودر العاديه، وهضرب كده ضربه خفيفه. هحط بقى الزيت اضرب، هنا بقى هبدأ اضيف معلقة القهوة سريعة التحضير على حسب بقى حبكم للقهوة، تقدروا تضيفوا بس هي معلقة كفاية.
كده خلاص، شيل ده بقى على جنب. هنا عندي بقى زي ما انتوا شايفين كل المكونات اهي مع بعض. هحط الدقيق، وعندي معلقة من البيكنج باودر، معلقة صغيرة، واحط الدقيق كده واحدة واحدة، مش هحط الكمية كلها. وعندي 3 معالق الكاكاو، ونقلب كده مع بعض تقليب كده خفيف. لحد ما المكونات كلها تبقى خليط كده مع بعضه، واحدة واحدة واحنا بنقلب. تمام، نخلي الزبدة والزيت والبيض يتشرب الدقيق واحدة واحدة عشان ما يبقاش مكلكع معايا ومعجن، او تحسوا انه يبقى فيه حبوب كده مش مظبوطة. تمام كده، احط بقى الدقيق تاني واحدة واحدة، ونبدأ ايه نقلب كده مع بعض لحد ما تديني عجينة متماسكة. انا هنا اقدر بقى اعجن بايدي خلاص. بسم الله، القوام بتاعها هش قوي وبسيط كده، احاول ان انا ما اعجنش ولا اضغط جامد، يا دوبك الم، علشان انا مش عايزه يديني، يعني لو قعدت اعجن 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 زي كاني بعمل فطير ولا عجينه فطاير ولا حاجه كده، هيبقى القوام بتاعها مش قوام البسكويت المفرفد ده، يبقى ناعم. لا، فانا عندي لما بعجن جامد بينشف، فانا مش عايزاه يبقى ناشف. شايفين اهو العجينه اهي بقت عندي لمت اهي، عشان كده دايما اقول ما نحطش الدقيق مره واحده. عندي الدقيق اهو لسه، لو حسيتوا ان احنا ممكن نضيف دقيق تاني ممكن نضيف اهو. شايفين عجينه متماسكه وريحتها كلها قهوه. تمام، اه ريحه القهوه جميله جدا، حسيت ان انا فقت كده انا مش خلاص. تمام، شايفين شوية الدقيق دول، خلاص انا مش محتاجاهم خلاص. عندي هنا بقى صينية فيها سيليكون، خلاص ممكن ادهن الصينية عادي بفرشة كده فيها زيت، ممكن ورقة زبدة، ممكن سيليكون، اللي يعني متاح عندكم. هجيب بقى ايه، شايفين بقى هاخد بقى حباية كده صغيرة، خلاص يتشرب بقى معاها شوية لاتيه بقى ولا شاي ولبن ولا أي حاجة من الحاجات دي مع قهوة. خلاص هعملها ايه على شكل بيضاوي كده. تمام، بعد ما اعملها على شكل بيضاوي هرصها في الصينية، بس ايه احاول ان انا اصغرها. خلوا بالكو اللي فيها بيكنج باودر، فايه هتلاقوها معاكو يعني حجمها كبر شوية او زاد شوية عن الحجم العادي. بعملها عاملة زي البلحة، زي اللوزة كده خلاص اهي، واحطها سهلة قوي وبسيطة قوي، وشايفين ما خدتش مجهود خالص، يعني كل حاجة اهي قدامكم ولا اي حاجة. طبعا الاطفال الصغيرين يقدروا ان هم يدخلوا المطبخ معاكم ويبدأوا بقى ايه يشكلوا بقى ويلعبوا بالعجينة، لان هي حلوة قوي. شايفين انا بعمل ايه، زي البلح كده الصغير شكل بيضاوي. معايا تليفون، الو مدام رضوى، نهى ازيك؟ اهلا اهلا. عامله الحمد ايه في لله، نهى؟ ازيك يا رضوى؟ الحمد لله الحمد عامله لله، ايه، دي الحاجات الجميله دي ايه وايه رايك؟
حركات وبسكوت وقهوة وقلق. ايوه، امال ايه. لا دايما دايما كده بتعمل لنا حاجات جديدة وجميلة. ربنا يخليك يا رنا. الله يخليك يا شيف. عايزة أسألك بس بمناسبة الحاجات الجديدة، كنت سمعت عن شوربة كده بيقولوا لي طعمها حلو قوي، اسمها شوربة السويت كورن أو الذرة الحلوة دي بتاعت السلطة، بيعملوا منها شوربة. لو نقدر نعرف حاضر، طريقتها يبقى جميل. طيب حاضر، وهعملها ان شاء الله. بتبقى جميلة جدا على فكرة، طعمها بيبقى حلو قوي، تمام بيبقى تمام يا مختلف شيف. كده ولذيذ. اه خلاص. كل اللي دواها بيشكروا فيها قوي، فقلت لا انا اسال شيف نوها بقى هي اللي هتفيدني. خلاص ان شاء الله هعملها يا رب عشان خاطرك. الله يخليك. ماشي يا حبيبتي، ماشي، ماشي وهكمل بقى الحلقة واشوف كمان طيب اللي بيحصل تمام. ده. ميرسي يا حبيبتي على تليفونك، مبسوطة سمعت صوتك. شايفين ازاي نعمل كده لحد ما ايه نخلص الكمية اللي عندنا؟ بنعمل زي، وبعدين نبعد المسافات شوية، مش عايزين نخليهم يبقوا جنب بعض عشان هما مش هينفشوا قوي كده، لا هما بس ايه حجمهم هيتضاعف كده لفوق، هيزيد شوية. تمام اهو بالشكل ده. خلاص، بعد ما عملت كده بجيب سكينة. خلاص تعالوا بقى معايا يعني في الحركة دي. انا هعمل ايه؟ بعمل كده شرطة، كده شرطة. تمام، حاجة كده بسيطة عشان يديني شكل القهوة اهو. تمام، علشان يديني شكل حبوب القهوة. طبعا الشكل هيتغير لما يدخل الفرن، هتلاقوها بقى فتحت كده وبقت شكلها زي حبوب القهوة بالظبط. دايما الحلويات انا بحب أبدأ بيها الاول عشان تشوفوها في اخر الحلقة، بيبقى شكلها قدامكم كده طازة كده وفريش، وتبقوا شايفين الشكل النهائي يعني. تمام، عندي طبعا الفرن بيكون شغال على درجة حرارة 180 درجة مئوية. ما بيقعدش في الفرن كتير، ليه؟ علشان زي ما انتم شايفين الحجم بتاعه صغير، غير كده مش بياخد تسوية كتير، يعني هو من نوع من انواع البسكويت اللي مش بتاخد كتير وحجمه صغير، ف بيقعد حوالي مثلا 10 دقائق ربع ساعة. ولما بيطلع زي اي كوكيز او اي حاجة بتطلع من الفرن بتكون طرية، ولما لما بتبرد بتنشف، فما تقلقوش يعني من ان هي تبقى برد. تمام، تمام. معايا تليفون من مدام عزة. الو يا مدام الو، عزة. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازاي حضرتك؟ الحمد لله تمام. ازيك يا شيف نور؟ ازاي حضرتك، عامله ايه؟ مدام عزة صديقة البرنامج. ايوه انا متابعاكي ومتابعاكي على الفيسبوك وعلى اليوتيوب ربنا يخليكي يا في حبيبتي، مطبخ لايف جميل برضه جدا. ربنا يخليكي. وبالمناسبة بقى انا احب يعني عايزة ابارك لك، اقول مبروك لبنت حضرتك لان هي كان فرحها ربنا قريب، يخليكي. ايوه فالف صح، مبروك ليها، ويا رب ربنا كده يخليك. يجعل ايامكم كلها افراح في افراح. الحمد لله، متشكرين جدا على اللفتة الجميلة دي. ربنا يخليك يا رب، ودايما كده منورة الشاشة وأكلاتك ما شاء الله جميلة جدا. ربنا تسلم يخليك، إيديكي. ربنا يخليك، متشكرة جدا. طيب حضرتك ليكي سؤال أو حاجة؟ اه ممكن بس أسأل اللي هو العيش الشوفان بس بيتعمل ازاي؟ عايز، طيب حاضر. هو على فكرة بيبقى زي الدقيق العادي، بس هو بيبقى دقيق شوفان. اه الشوفان بنطحنه وبيبقى أيوة دقيق عادي، وبنعمله بالمية والخميرة وكده، ونفرده ونحطه على البوتاجاز مثلا، على أو طاسة، وبيبقى زيه زي العيش عادي، بس يعني بيبقى لا ناشف سنة. اه يعني مفيش اي اضافات. لا انا بحس ان هو بيبقى عند العجينة وانا بعمل، مش عارفة يعني، ممكن حضرتك تجيبي المقادير بالظبط؟ حاضر حاضر ان شاء جميل. الله. هو الاضافة الوحيدة ليها هو المحلب، فاحنا بنحطه يعني بيبقى باودر كده، بيديله ريحة فظيعة وطعم حلو قوي، فان شاء الله هعمله وان شاء الله قريب جدا. شكرا يا مدام عزة على تليفون حضرتك. زي ما انتو شايفين انا خلصت الصينية اهي، اهم حاجة ان احنا نعجنه كويس عشان ما يشققش منا. كل اللي انا هعمله هضغط عليه كده بالسكينة، تمام، وادخله الفرن زي ما اتفقنا على درجة حرارة 180 درجة.
كده بقى تمام. دخل بقى ده الفرن. بسم الله. يدخل بقى الفرن، يقعد حوالي 10 دقايق، ربع ساعة، وكله تمام. تمام. نطلع بقى فاصل ونرجع بعد الفاصل بقى نكمل بقى وصفاتنا، الصينية واللحمة الصيني والرز الفرايد رايس الصيني، كله صيني. ففاصل وراجعين تاني. اهلا وسهلا بيكم مرة تانية، رجعنا لكم بعد الفاصل. هنعمل بقى دلوقتي اللحمة على الطريقة الصينية او اللحمة الصيني، طريقة سهلة وحلوة قوي. هي ليه دايما نقول الاكلات الصينية اكلات صحية او هيلثي؟ لان بيكون فيها خضار كتير، ما بيعملوش بقى، ما بيستخدموش فيه الدهون ولا السمنة ولا الزبدة والحاجات دي، كلها خفيف بخفيف، ومستخدم مكونات كلها برضو صحية وجميلة. تعالوا نشوف مقادير اللحمة على الطريقة الصينية هتبقى ايه. عندي هنا حوالي نص كيلو من اللحمة، زي ما انتم شايفين متقطعة شرايح رفيعة. خلاص. عندي مجموعة من الخضروات، كوسة، جزر، فلفل الوان اصفر واحمر واخضر، عندي بصل، عندي ثوم، عندي جنزبيل ومجموعه من البهارات المشكله، وعندي صويا صوص، وعندي عسل اسود، وعندي كرومب. شايفين كم نوع خضار وكرفس كمان، كم نوع خضار؟ 1 2 3 4 5 6 7 8، 8 انواع من الخضار في قلب الوصفه الواحده. فطبعا قد ايه هي صحيه وقد ايه هي جميله. زي ما انتم شايفين هنستخدم الثوم والجنزبيل، برضو هنستخدم البابريكا، الكزبره الناشفه، الصويا صوص، العسل الاسود، ونقدر ان احنا نستغنى عن العسل الاسود، ممكن عسل ابيض اللي متاح عندكم، في نفس الوقت بيطلع طعمه حلو في الاخر، برضو بنرش عليه كده رشه سمسم كده في الاخر عشان تدينا برضو زياده في القيمه الغذائيه للطبق. تمام. كل اللي انا هعمله بيكون عندي هنا حله سخنه او ووك، يعني لو موجود، اهم حاجه تكون سخنه. تمام. هجيب هنا معلقه واحط لها زيت. الزيت اللي احطه هنا يفضل ان هو يكون زيت سمسم. زيت السمسم من الحاجات الصحيه جدا، وبتتحمل درجه الحراره العاليه، وريحتها بتبقى رهيبه. فاتمنى ان انتوا تجربوا وتنوعوا، بدل الزيت الذره او زيت عباد الشمس ممكن نستخدم زيت سمسم. فانا احط معلقتين من الزيت. لا، زيت السمسم عادي، بس هو نفس السعرات الحراريه بتاعت الزيت، يعني المعلقه الصغيره من الزيت فيها حوالي 25 سعر حراري. الزيت عندي انواع، في نوع بيستحمل حراره وفي نوع مش بيستحمل حراره. زيت السمسم من انواع الزيوت اللي بتستحمل حراره جدا، غير يعني ينفع نحمر فيها، ينفع نقلي فيها زي ما انتوا حابين، يستحمل معايا، مش بيتاكسد وما بيبقاش مضر. تمام. لا، ما فيهوش، هو نفسه، كلهم بيبقى السعرات بتاعتهم الحراريه كلها زي بعض، بس ممكن تفرق مثلا درجه زياده واحده ناقصه ممكن في السمسم. طيب، هحط اللحمه هنا واقول لك. زيت السمسم من الزيوت اللي هي لازم تتحط في، ما تبقاش مكشوفه للضوء، يعني لازم تبقى في إزازة غامقة. تمام. ليه؟ علشان الإضاءة بتبقى بتتفاعل مع الزيت. خلاص، يعني الإضاءة، فالإضاءة بيبقى فيها حرارة فبتتفاعل مع أنواع الزيت، فاحنا مش عايزين نوصل للمرحلة دي. زي ما انتم شايفين أنا عندي هنا اللحمة أهي. أهم حاجة الحلة عندي تكون سخنة، أو الطاسة أو الوك يبقوا سخنين. تمام. وأول ما بنزل على طول باللحمة، فبالتالي المويه بتاعتها ما بتنزلش منها، بتحتفظ بكل العصاره بتاعه اللحمه جوه اللحمه، فبتبقى النسيج بتاع اللحمه بيكون ايه، طري ومش ناشف، بيبقى جوسي كده وحلو. تمام. حطيت انا اللحمه، هعمل ايه؟ على جنب كده هحط ثوم، معلقه من الثوم كبيره، واحط معاها الجنزبيل،
ويفضل الجنزبيل يكون فريش. لما يكون فريش بنعمل معجون كده جنزبيل بالثوم، بيبقى حلو قوي. يعني انا بجيب مثلا الثوم مع الجنزبيل فريش، واحط لهم معاهم معلقه زيت كده، واضربهم في الكبه كلهم مع بعض، واسيبهم في التلاجة، احطهم في برطمان كده في التلاجة، بستخدمهم في كل حاجه. طبعا مفيد جدا وبيدي نكهه مميزه جدا في الاكلات بقى الصينيه والاكلات الاسيويه، بتبقى حلوه قوي. تمام، او يعني ممكن نستخدمها في اكلاتنا العاديه، يعني لو بتحبوا الفليفرز المختلفه يعني. خلاص، شايفين بقى ريحة التوم مع الجنزبيل بقت حلوة قوي، يعني يا ريتكم كده كنتوا معايا عشان تشموا. فبقلب كله كده مع بعض. لا، معايا تليفون من أميرة. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا أميرة؟ الله يسلمك، ازيك يا شيف نهى؟ الحمد لله، اخبارك ايه؟ الحمد لله يا حبيبه قلبي، انت اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام، الحمد لله. انا حبيبتي بقى ان شاء الله هدخل المطبخ حالا اعمل بسكوت القهوه بجد. يلا على طول. ان شاء الله. على طول، اوام اوام يا اميره. والله بصي بقى، حاجه العظيم سهله تحفه، كده وتسلمي وبسيطه ايديك يا جدا. شيف نهى، بجد والله العظيم كل وصفاتك تحفه. هو يعني كنت سمعتها مره زمان من واحده شيفه يعني، فقالت ايه اهم من الشغل ضبط الشغل، فانت بصراحه شغلك والله العظيم يا شيف نوع مميز مميز مميز. حبيبتي حبيبتي والله مش عشان تسلمي. يعني مش عشان حضرتك واقفه، لا والله العظيم بجد انت مميزه عن غيرك كتير والله يا شيف نوع، مع احترامي للجميع طبعا. تسلمي حبيبتي، ربنا ربنا يخليكي. يخليك يا شيف نوع. عندي ليكي طلبين بقى. اتفضلي. ربنا يخليكي، الفطور المشلتت بقى يا شيف نوع احنا عندنا في البحيره ايوه اساتذه فيه، ماشي؟ فانا اتمنى ان انا اطلع حلقه مع حضرتك عشان اوريكي الفطور المشلتت بتاعنا. يا سلام، ده انت تنوري وتشرفي يا اميره. ربنا يخليكي يا شيف نوى. وانت طلب اكيد كمان شكلك بقى. استاذه بقى. اه والله يا شيف نوى بصراحه يعني الفطير، يعني الفطير والرز المعمر ما مشهورين شاء كتير الله. عندنا في البحيره. خلاص يا اميره، يبقى لازم بقى ان شاء الله تيجي لنا حلقه تعملي الفطير المشلتت والرز المعمر. ان شاء الله بس الرز باذن الله. المعمر الحلو الحادق. ثانيه واحده يا اميره، بس افتح الفرن ان انا شميت ريحه البوتاجاز، لان كريستين برضو ما فكرتنيش. الرز المعمر الحادق يا شيف نهى. الايه؟ الحادق، الرز المعمر الحادق مش الحلو. المعمر الحادق. الله، بتعمليه بايه يا اميره؟ بتعمليه بلحمه ولا بحمام ولا بتعمليه بايه؟ بلحمه والله يا شيف نهى، وبيبقى تحفه والله ما شاء العظيم. الله اتعلمته بصراحه، ما كنتش بعرف اعمله شهاده لله يعني، بس اتعلمته يعني شفتك بره بتعمليه، شفت الشيف هدى فهمي، بس بصراحة أروع طريقة عملتها بيه وكان طعمه تحفة طريقة حضرتك بجد والله. ربنا يخليكي يا حبيبتي، انت جوعتيني يا أميرة. جوعتيني، يعني فطير ربنا مشلتت ورز مغمى، لا كده خلاص يعني مش قادرة. لا بس أنا هقوم حالا هو تعمل البسكوت وهبعت لك التطبيق على الصفحة وإن يا شاء الله ريت هيجيبك بإذن الله. يا ريت يا حبيبتي، تنوريني يا حبيبتي. ربنا يخليكي. وإن شاء الله كده يعني بإذن الله تنوريني قريب، ونعمل بقى مع بعض فطير مشلتت ورز معمر بقى بس بطريقتك. متشكرة جدا يا أميرة على تليفونك وعلى كلامك الجميل. زي ما انتم شايفين ادي اللحمة اهي، هجيب بقى شوية البهارات بتاعتي. عندي ايه؟ ملح، فلفل، وكزبرة. هجيبهم كلهم. ادي الملح، فلفل اسود، وعندي شوية بهارات مشكلة، بابريكا، والكزبرة، ونقلب كده مع بعض. الوصفة دي ما بتاخدش وقت على طول، وانتي واقفة كده تلاقي نفسك خلصتيها. شوية البهارات بقى، الريحة بقى يا جماعة، الريحة الريحة الريحة. خلاص، طيب هعمل ايه بقى دلوقتي؟ عندي الصويا، وعندي العسل، نقربهم كده من بعض، والثوم والجنزبيل. خلاص خلصناه، باقي شوية الخضار اللي عندي هم. طيب اللي انا هعمله، هحط صويا صوص حوالي معلقتين كبار، واحط
معلقة كبيرة من العسل الأسود، ممكن عسل أبيض كمان، ونقلب. تمام كده اهو مع بعض. عندي طاسة تانية على النار، هحط فيها شوية زيت، ويفضل زي ما قلت ان هو يكون زيت سمسم، واسيبه يسخن زيادة كده، وابدأ انزل كل المكونات اللي عندي او كل الخضار اللي عندي. الخضار اللي عندي هنا ايه؟ عندي بصل، وممكن يبقى بصل، يعني هنا عندي بصل ابيض، ممكن استخدم بصل اخضر، عندي فلفل اخضر، فلفل اصفر، فلفل احمر، جزر، كوسة، وكلهم متقطعين نفس التقطيعة، وعندي كرومب وكرافس. تمام، هعمل ايه؟ هحط كلهم مع بعض في نفس الطاسة كده، ياخدوا تشويحة، وبعدين احطهم مع اللحمة. وعندي هنا الكرافس، كرافس بقى يعني ممكن احطه مع الخضار، او هنا نحطه على اللحمة عشان يديني ريحة حلوة، طعم حلو. ونقلب كده. السر بتاعه في الكرافس. عايزة هنا اقلب. ريحة الخضار لوحده كده وهو بيتشوح كده رهيب يا جماعة، والله حلو قوي. الكرنب مع الكوسة والجزر والفلفل الألوان، حاجة كده جميلة جدا. مش هزود له ملح ولا فلفل ولا أي حاجة، لأن احنا هنا مزودين، يا دوبك بس ياخد كده لونه يغير. هحطه في الحلة مع اللحمة. شايفين اللون بتاعه بدأ يتغير ازاي؟ اول ما بيبدأ يشم النار اللون بتاعه بيتغير على طول، يعني بيبقى اللون، الوان بتبقى مزهزهه كده. انا مش عايزاها تبقى مستويه ولما نيجي نندوغها تبقى طريه، انا عايزاها تبقى محتفظه بالقوام بتاعها ايه الناشف ده. كل اللي انا هعمله هحط بقى على الخضار، على اللحمه بتاعتنا. شايفين كميه الخضار عامله ازاي؟ تمام. معايا تليفون من ام اسراء. الو. السلام عليكم حبيبتي. وعليكم السلام، اهلا وسهلا. تسلم ايدك يا بنتي، ربنا يبارك لك يا رب ويكرمك. الله يسلمك، وحياتي تسلم الله ايدك، يسلمك تسلم حبيبتي، ايدك، ربنا يكرمك، ربنا ربنا يبارك. يخليك. مع انت سايبين لي معلش ما قادرين البسكوت القهوه تاني، حاضر هقوله لحضرتك. ولو سمحتي ممكن مره تعملي لنا السمك السوزي ده اللي بيقول عليه اللي بياكلوه ني ده، اسمه ايه؟ السمك الايه؟ السوزي ده، ولا اسمه السوشي. ايه؟ حاضر حاضر. ممكن طب طب حضرتك بقى عارفة ان انا بقى اصلا يعني تخصصي في الاكل الكوري، انا بعمل بقى مش يعني هو زي السوشي، بس هو نوع تاني كده من انواع السوشي اسمه كيمباب. ما بيبقاش فيه حاجة نية، بيبقى كل اللي جواه مستوي. فانا ده ان بقى شاء يبقى افضل، لان الناي ده مش عارفه صعب، مش عارفه هم بياكلوا ازاي الاكل الناي ده، بس ممكن يبقى افضل شويه، صح؟ تمام خلاص، ان شاء الله هعمله قريب جدا، هعمل حلقه كوري ان شاء الله قريب جدا. انا مره متشكره جدا لتليفونك. انا في سنه من السنين حوالي سنتين ثلاثه كده دخلت مسابقه هنا في تبع السفاره الكوريه في مصر، دخلت عشان اكلات الكوريه، والحمد لله اخدت المركز الاول. كل اللي كانوا هناك كانوا كوريين وعجبهم جدا الاطباق اللي انا عملتها، كان طعمها قالوا لي ان هي كاننا قاعدين في كوريا بناكل اكل كوري. الاكل الكوري من الحاجات الحلوه قوي انا اتعلمتها، والحمد لله تفوقت فيها. اكلهم مميز وصحي جدا. ان شاء الله هعمل لكم حلقه قريب جدا عن الاكل الكوري والاكلات الكوريه، وهنعمل بقى الكمباب اللي هو زي السوشي، وهنعمل كل الاكلات التانية. فان شاء الله قريب جدا. يعني كويس ان في حد بيتكلم وبيسأل عن الاكلات دي، لان مش يعني انا بخاف اعملها، بحس ان في ناس تقول لي ايه ده ومش متعودين عليها وكده، فانا بخاف اعمل اكلات اصلا الناس مش متعودة عليها. فلو انتوا حابين خلاص ان شاء الله نعمل
نعملها ان شاء الله قريب جدا. تمام، زي ما انتم شايفين عندي هنا اهي اللحمه بقى مع شويه الخضار كلهم مع بعض في ايه طاسه واحده، بوطي عليها النار، هي تقريبا استوت. تمام، فانا كده خلاص هشيل دول وهغطي عليه النار واسيبه على نار هاديه، ونطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل علشان بقى نعمل الفرايد رايس اللي هو الرز المقلي بالخضار. ففاصل وراجعين تاني. اهلا وسهلا بيكم مره تانيه، رجعنا لكم بعد الفاصل. عملنا مع بعض الكوكيز القهوه او بسكويت القهوه، حبوب القهوه زي ما انتم شايفين طالعه من الفرن شكلها يجنن وريحتها رهيبه يا جماعه. الناس اللي بتحب القهوه و الحاجات اللي شبهها كده، حاجة بسيطة وسهلة زي ما انتم شايفين، ما خدتش وقت، عملتها قدامكم وطلعت في نفس الوقت اهي. عملنا مع بعض كمان اللحمة على الطريقة الصينية وسايباها على نار هادية خالص. دلوقتي هنعمل بقى ايه الرز او الفرايد رايس بطريقة سهلة وحلوة قوي زي ما انتم شايفين مقادير قدامكم اهي. كل اللي انا هحتاجه عندي رز، رز مسلوق، ممكن رز مصري، ممكن رز بسمتي اللي متوفر عندكم، ممكن بواقي الرز، يعني لو عندنا مثلا رز متبقي من امبارح او من الغدا ممكن ان احنا ناخده ونعمل بيه الاكله دي، فدي تعتبر اكله من بواقي الاكل بنجددها وفي نفس الوقت بتبقى طعمها حلو قوي. المكونات عندي ايه؟ رز ابيض مسلوق، وعندي مكعبات كوسه صغيره، وعندي مجموعه من الخضروات، فلفل احمر، فلفل اصفر، فلفل اخضر، جزر، وعندي كمان البصل، عندي بيضه، عندي كرنب، عندي ثوم، وطبعا الجنزبيل والصويا صوص والسمسم هنديه رشه في الاخر، والكرافس زي ما انتم شايفين. تحسوا ان الخضار فيه غالب على النشويات اللي موجوده، فخلونا كده نشوف هنعملها ازاي. اول حاجه اقرب بس المقادير كده من عندي كده شويه، شايفين الالوان بتاعت الخضار جميله ازاي كلها تفتح النفس. طيب هعمل ايه؟ اول حاجه هجيب معلقه زيت سمسم زي ما قلنا، لو متوفر يا ريت، لو متوفر يا ريت هيدينا نتيجه حلوه قوي، واحطها، لو مش متوفر يبقى عادي زيت عادي. وبعد كده هجيب الثوم، حلو كله تمام. طيب نبعد كده شويه، هحط الكوسة، كله مكعبات صغيرة. انت ليه ليه حط بقى الجنزبيل معاه، خلاص ادي عندي الخضار اهي، هنزل بقى كله مع بعض وكله في وقت واحد، ما نقولش ان الجزر بيستوي اقل فنحطه في الاول وبعد كده الفلفل، لا كله انا عايزاه نفس التسويه. وبعدين انا مش عايزه الاكل يبقى طري، مش عايزه الخضار يبقى طري، انا عايزاه يبقى احس بطعم القرقشه بتاعته. تمام، هحط الكرنب، طبعا الكرنب بقى وفوايد يا جماعه، وعندي الكرافس. ونقلب كله كده مع بعض، شايفين الالوان وجمالها. اهم حاجه ان الطاسه تكون سخنه. على جنب بقى هنعمل كده، خليه كده على جنب، احط سنة زيت لو حسينا ان احنا محتاجين، وهبدأ احط البيضة. في ناس طبعا هتستغرب ازاي بيض بالرز وكده، لا بس بالعكس بيدينا طعم حلو قوي. ونقلب البيضة كده كأننا بنعمل بيض عادي. تمام، هحط شوية فلفل وشوية ملح،
اقلب بقى كده. سكر، شطه، اه طبعا ينفع شطه او فلفل اخضر حراق او فلفل احمر حراق طبعا، يعني بيبقى احلى. خلاص عندي البيض اهو، خلاص خلصته، ادخله كده على جنب. هجيب بقى الرز، معايا مدام هويدة. الو يا مدام هويدة. اهلا، ازيك يا ست نهى؟ الحمد لله، ازي حضرتك؟ الحمد لله، متشكرين على اسلوبك الجميل بصراحه في عرض الاكلات. ربنا يخليك يا حبيبتي، تسلمي. بجد والله انت اسلوبك جميل، يعني زي كده تلميذ قدام مدرس بيعلمه بالراحه كده، فبنفهم بصراحه، ما شاء الله عليكي. ربنا يخليكي، والله اسعدتيني. الله يخليكي. بصي يا شيخنا، البسكوت اللي حضرتك بتعمليه، احنا عايزين اللي هي الحشوه اللي هي بتبقى جوه البسكوت، انت عارفه بقى البسكوت المشهور ده. البسكوت الايه؟ المشهور، عايزين الحشوه اللي جواها بقى ده. قصدك كريمه الزبده اللي هي البيضه دي؟ ايوه، اللي هي بتبقى بيضه بين طبقتين البسكوت دي. اللي هو البسكوت اللي هو البني. طيب تمام، اوكي خلاص انا فهمت حضرتك. هي عباره عن كريمه زبده، كريمه الزبده بتحط بين طبقتين البسكوت. هي دي، حاضر، فهعملها ان شاء الله قريب جدا مع بعض. حاضر، من عينيا الاثنين. شكرا يا مدام هويده. زي ما انتم شايفين كله بقى بيتقلب مع بعض كده. لو حابين تزودوا بيضه كمان على حسب الكميه اللي موجوده، شايفين حلوة ازاي؟ هزود دلوقتي الصويا صوص، الريحة يا جماعة، الريحة والله فظيعة وتجوع، جميل جدا. يعني زي ما انتوا شايفين الأكل كله عامل ازاي، مش بنستخدم فيه دهون ومعمول بطريقة صحية جدا، نفس الوقت يعني كمية الفيتامينات اللي فيه وكمية القيمة الغذائية للطبق عالية جدا. فأتمنى ان انتوا تجربوا الوصفات بتاعتنا دي. هشيل دول كده. زي ما انتوا شايفين هقلب، هو كده يعتبر خلص. انا حطيت ملح وفلفل، صح؟ وحطيت جنزبيل وحطيت ثوم، تمام كده خلصنا. كل اللي انا هعمله الرشة الاخيرة، رشة السمسم، شايفين جمال الطبق وريحة الاكل حلو قوي. طبعا الاكل الاسيوي عموما بيتميز بالتوابل الكتير، عندهم بيستخدموا كل انواع التوابل تقريبا في الاطباق بتاعتهم، فبتبقى حلوه قوي وريحتها جميله وطعمها بيبقى مختلف غير الانواع التوابل اللي احنا بنستخدمها في اكلنا المصري العادي يعني، او في اكلنا الشرقي. وغير كده طبعا كل بهار بيكون ليه الميزه بتاعته وليه المعادن بتاعته وليه الفيتامينات بتاعته. بس عايزه اقول لكم برده حاجه، الناس اللي بتعمل دايت ما يكتروش البهارات كتير في الاكل، لان بيبقى ليها سعرات حراريه بتزود من السعرات الحراريه اللي بتبقى موجوده في الطبق. فاحنا يعني بناكل وبنحس ان احنا اكلنا اكل كده خفيف، بس بيبقى السعرات الحراريه بتاعته عاليه. خلاص انا كده خلصت، هقفل عليه بقى النار. تمام، نغرف بقى. عندي هنا الرز وعندي اللحمه، شوف اللحمه بتاعتنا زي ما انتم شايفين جميله جدا. هبدأ بقى اغرفها، بسم الله. شايفين الالوان وجمالها؟ حاجة كده تفتح النفس وتجنن.
كل اللي انا هعمله رشة سمسم رشة سمسم. طبعا السمسم بيدي قيمة غذائية عالية، مليان بالكالسيوم، وبيدي برضو طعم حلو مع زيت السمسم اللي احنا مستخدمينه. تمام، نجيب بقى الرز. احنا ممكن نقدمه هنا، خليني انضف الطبق كده بس. هجيب بقى الرز بتاعي، نغرف بقى الرز. رز وجماله برضو حلو قوي، وزي ما انتوا شايفين مليان بالخضار وفيتامينات وصحي وطعمه حلو وريحته جميلة جدا. حاضر، نحط بقى الأطباق بتاعتنا، وعندنا رشة السمسم على الرز كمان. وآزي القهوة بتاعتنا أو بسكويت القهوة، زي ما انتوا شايفين قد ايه حلو وجميل وريحته فظيعة يا جماعة، شبه القهوة كده، تحسوا ان هو عامل زي حبوب القهوة، حلو قوي. واتعمل قدامكم كده، تمام، شيلوا بقى. زي ما انتوا شايفين عملنا النهارده الاطباق اللي قدامكم دي، عملنا بسكويت القهوه او بسكويت حبوب القهوه او كوكيز حبوب القهوه بطريقه بسيطه وحلوه وسهله جدا ومليان قهوه وريحته جميله، وعملنا اكلات صينيه، عملنا اللحمه بالطريقه الصينيه، وعملنا الرز بالطريقه برضو صينيه او بالطريقه الاسيويه، رز محمر او فرايد رايس كده بالخضار وبالصويا صوص والثوم والجنزبيل. عايزه اقول لكم الريحه حلوه قوي والطعم حلو قوي. اتمنى تكون حلقتنا النهارده عجبتكم، واستنوني ان شاء الله في حلقة جديدة من مطبخ لايف. باي باي.